مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناتنا. يمكن عم تتساءلوا انتو كيف وصلتوا لهون. انتو وصلتوا لهون لأنه نتائج محرك البحث جابكم للعنوان اللي أنا حطيته كتايتل في اليوتيوب. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، تحسين نتائج محرك البحث اللي هم باختصار الـ SEO. اليوم رح نحكي عن ثلاث شغلات. أول شغلة رح نحكي فيها هي أهمية تحسين نتائج محرك البحث. ثاني شغلة رح نفهم كيف بيقيم محرك البحث المحتوى تاعك. وثالث شغلة بعد ما نفهم أول شغلتين رح نحكي كيف نكتب استراتيجية لتحسين نتائج محرك البحث. في هاي الحلقة رح أتطرق بالأكثر عن جوجل، لأنه 90% من استخدام الأشخاص لعمل البحث هو بيكون عبر جوجل. ثاني شغلة رح أحكي SEO اللي هو اختصار لـ Search Engine Optimization اللي هو تحسين نتائج محرك البحث. شو هي أهمية تحسين نتائج محرك البحث؟ لما بنطلع على استخدامنا للإنترنت إحنا بنلاقي إنه في الوقت الحالي صار في مواقع كتيرة، يعني المنافسة كبيرة. غير على هاي المواقع كتيرة، في أدها أضعاف كتير كبيرة من المستخدمين اللي عمالهم بدوروا على شغلات محددة عبر الإنترنت عبر القيام بالبحث. وبل بهاي الأيام هدول الأشخاص صاروا انتقائيين باختيارهم للمواقع اللي بيختاروا إنهم يقرأوا منها أو يتفاعلوا معها. كل هاي الأمور خلت الموضوع أصعب بأنه الموقع أو الصفحة تاعتك تكون في الصفحة الأولى من نتائج البحث. الاستخدام عبر الإنترنت أغلبيته عم بيكون كالتالي. عم نشوف هلأ على الشاشة الأرقام اللي بتحكي أنه 68% من الخبرات الإلكترونية بتبلش بعملية البحث، 53% من الأشخاص اللي بيستخدموا المواقع بتيجي من الأورجانيك سيرتش بدون الحاجة لأنه إحنا نعمل تمويل، 93% من نسبة الوصول العالمي بتيجي من جوجل سيرتش أو جوجل إيميجز أو جوجل مابس. هاي الأرقام بتعطينا مؤشرات لأهمية تحسين نتائج البحث لعنا. خلينا نفهم أكثر كيف بتشتغل نتائج البحث. خلينا نطلع على الإنترنت كأنه مدينة. كبرت هذه المدينة. لما بنطلع إحنا على العمارات الكبيرة اللي موجودة في هاي المدينة، هاي العمارات بتمثل علامات التجارية الكبيرة والمعروفة واللي عندها مواقع إلكترونية والكل صار يعرفها. لما نطلع على البيوت الصغيرة إحنا بنحكي عن المواقع الإلكترونية الصغيرة، لكن إذا بنطلع بشكل عام كلهم موجودين ضمن هاي المدينة، يعني كلياتهم في إلهم طرق للوصول. الطريقة الأولى اللي بنقدر نوصل فيها للبيت أو للموقع الفلاني إذا هذا الشخص قام بإعطائنا الموقع بالتفصيل في الأيام هاي، ممكن نحطه على جوجل مابس أو على أي خريطة إلكترونية ونوصل لهذا الموقع. هاي الطريقة في الـ Search Engine Optimization هي الـ URL، يعني الرابط. لما إحنا بنعطي هذا الشخص الرابط هو بيوصل دايركت للصفحة أو الموقع الإلكتروني اللي بدنا إياه. هاي العملية بتصير لما إحنا بدنا شغلة معينة أو عم نبحث عن معلومة معينة. إحنا بنكتب الكيورد أو الكلمة المفتاحية اللي إلها علاقة في الشغلة اللي بدنا إياها، ومحرك البحث ببلش يعطينا أكثر نتائج مطابقة لهاي الشغلات اللي إحنا بدنا إياها وبدلنا على الطريق لوين إحنا نوصل. إذن إحنا فهمنا قديش مهم نحسن نتائج محرك البحث. كيف بقيم محرك البحث محتواك؟ ليوصل لمرحلة التقييم هو أول إشي لازم يلاقي الموقع الإلكتروني تاعك، يحلله، بعدين يقيمه. لما أنت بتقوم بعملية البحث، محرك جوجل أو أي محرك بحث ثاني بيقوم بالتالي. أول إشي بيعمله هو بالإنجليزي بيسموه crawling، يعني هو ببلش يبحث بين كل الشبكات ويدور على الكلمة المفتاحية اللي أنت قمت بالبحث عنها.
ثاني شغلة بعملها بالإنجليزي اسمها indexing، واللي هي الفهرسة. هو بفهرس المواضيع اللي هو لقاها بتتطابق مع البحث اللي تم عمله. لما بفهرسها هو بيقوم بتحليلها. التحليل بيكون عبر تحليل الموقع بشكل عام، عبر تحليل الرابط اللي هو لقاه قديش هو بيتم استخدامه، وعبر كتير شغلات رح نحكي عنها فيما بعد، وبيقوم بإظهارها بعد ما يقوم بتقييمها كنتائج في صفحات للشخص اللي قام بعملية البحث. بقيمه بناء على مطابقته لمحتوى محرك البحث، بقيمه بناء على رابط المحتوى وترتيبه على الموقع الإلكتروني، وثالث شغلة وأهم شغلة بقيمه بناء على استخدام هذا الرابط في الصفحة الإلكترونية في أكثر من مكان على الإنترنت. كيف أبني استراتيجية محرك البحث؟ عشان نبني هاي الاستراتيجية لازم نفهم احتياجات الأشخاص لما بيقوموا بعملية البحث. خلينا نتطلع هلأ على الشاشة على هذا الهرم اللي عمله موزلو هيراتشي اللي بيقيم احتياجات الأشخاص. لما بدنا نقيم هاي الاحتياجات منقيمها من أسفل إلى أعلى، فإحنا منلاقي إنه الاحتياجات النفسية هي الاحتياجات الأكثر معرفة والاحتياجات اللي هي سهل إنه إحنا نوصل لها. نطلع لفوق منتطلع على الأمن والأمان، بعدين الحب والامتلاك، بعدين ستيم اللي له دخل أكثر بالشخصية وتقييم هاي الشخصية، آخر إشي منتطلع على self actualization واللي هي تقدير النفس وإيجاد النفس بمكان أكثر أوسع. بدياكم تاخدوا سكرين شوت لهاي الشاشة وبناء عليها تبنوا استراتيجيتكم. في هذا الهرم كل ما منطلع لفوق أكثر كل ما منحسن نسبة الوصول للصفحة الإلكترونية الخاصة بنا. بعد ما نتطلع على هذا الهرم ونفهم أهمية الشغلات اللي زي ما حكينا من الأسهل للأصعب، ونشوف كيف بدنا نبني الاستراتيجية. استراتيجية تحسين نتائج محرك البحث بتتلخص بأول إشي تحديد الأهداف، ثاني إشي نحدد إشي مؤشرات القياس، وثالث إشي نحدد الوسائل. لما بدنا نحدد الأهداف، تحديد الأهداف تاعتنا لازم تكون بتقنية السمارت. السمارت جولز لازم تكون specific يعني محددة، measurable يعني قابلة للقياس، achievable يعني منقدر نحققها، relevant يعني إلها علاقة بالموضوع، وtimed يعني في وقت محدد لقياسها. لما منيجي على مؤشرات القياس اختصارهم هم الـ KPIs. لازم دايماً يكون في عنا مؤشر قياس. مؤشر القياس هذا بيكون لما إحنا منحدد إيش هي الوسيلة، منحدد الهدف تبعنا بالأرقام، وبيكون في عنا وقت زمني محدد. لما أنا بقول بدي أحسن نسبة استخدام الكيوردز الكلمات المفتاحية على الموقع الإلكتروني تاعي بشكل عام بنسبة 40% من هون لست أشهر، هيك إحنا قدرنا نساعد حالنا بمؤشر القياس. تمام، إحنا حددنا الأهداف زي ما حكيت لكم Smart Goals وحددنا الـ KPIs. هلأ صار الوقت إنه إحنا نختار الوسائل. زي ما حكيت قبل، لما إحنا بدنا نحسن استخدامنا للـ Keywording بنسبة 40% من هون لست أشهر، إذن إحنا هون قدرنا نعرف إيش الوسيلة اللي رح نستخدمها لحتى نحسن ونوصل للهدف تبعنا. هون إحنا ممكن نستخدم وسيلة تحسين المحتوى content marketing، ونستخدم وسيلة keyword planning إنه إحنا نخطط لاستخدام الكلمات المفتاحية الصح في التايتل وفي الديسكريبشن وفي المحتوى بشكل عام. بتمنى لكم إلكم وللمشروع اللي عم تشتغلوا عليه أو المنصب الوظيفي اللي أنتوا فيه كل التوفيق. ارجعوا احضروا الحلقة كمان مرة، ما تنسوا تاخدوا السكرين شوتس، وبالتوفيق في استراتيجيتكم. بشوفكم بالحلقة الجاية.